خلفاء صلاح الدين بقى، بعد وفاة صلاح الدين قسموا دولته بين إخواتهم اللي هم إخواته، طبعا كانوا بيحاولوا إن هم يحافظوا على وحدة البلاد عشان يصدوا لخطر الصليبي. تمام، أول حاجة الملك العادل ده كان أخو صلاح الدين، حافظ على وحدة البلاد وتصدر الصليبيين. جه بعد كده ابن الملك العادل اللي هو الملك الكامل، طرد الصليبيين من دمياط. جه بعد كده ابن الملك الكامل اللي هو الملك الصالح نجم الدين أيوب، تولى أثناء حربه مع الصليبيين، توفى أثناء حربه مع الصليبيين، واللي كملت المشوار زوجته شجرة الدر وابنها توران وابنه توران شاه الكفاح ضد الصليبيين، وقدروا إن هما حتى انتصروا عليهم، وقدروا إن هما ينتصروا على الصليبيين في الموقعة بتاعة المنصورة. تمام، نهاية الدولة الأيوبية بقى بعد الانتصار العظيم اللي تحقق على الصليبيين، دبر أمراء المماليك مؤامرة للتخلص من السلطان توران شاه اللي هو آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وقتلوه، وده طبعا كان بمين؟ بمكيدة من شجرة الدر.